ما زالت خشبة الصليب المقدس القادمة من مدينة بترا اليونانية تجول الكنائس في محافظات المملكة، حيث استقبلت كنائس الروم الأرثوذكس في محافظة الكرك ذخيرة خشبة الصليب المقدس التي قام سيادة المتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا يرافقه الأب سالم مدانات بإحضار الذخيرة ليتبرك بها جموع المؤمنين من أبناء المحافظة. وقد طافت الذخيرة بعد الوصول في كل من بلدات السماكية وأدر وحمود والربة بمشاركة ممثلي الكنائس الرسولية والراهبات وجموع من أبناء الرعاية. اليوم احنا يعني حصل لنا الشرف بزيارة سيادة المطران إلى محافظة الكرك، جايب لنا معه عود الصليب، صليب مخلصنا للصلب على يسوع المسيح، وهذا بحدث لأول مرة مو بس في الكرك لا بل في المملكة الأردنية الهاشمية. فهي في هذه الأيام المقدسة أيام الصوم الكبير بتزيدنا بركة وبتبارك كنيستنا وبتبارك أبنائنا وبتبارك أولادنا وبتبارك بيوتنا، وكل واحد بطلب بإيمان وبقناعة من الله من عود الصليب هو يستجاب له وبشفيه وبساعده وبقويه. فالصليب بالنسبة لنا احنا هو شعارنا، هو رمزنا، هو فخرنا، هو عنواننا. وفي الحصن أيضا بمحافظة إربد استقبلت جموع المؤمنين خشبة الصليب المقدس، وذلك بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران فيلومينوس مخامري رئيس أساقفة بيلا وشمال الأردن بحضور كافة كهنة الكنائس الأرثوذكسية في محافظات الشمال. من ضمن البرنامج كان اليوم عندنا في الحصن استقبال لخشبة الصليب المقدس بوجود الآباء الكهنة ووجود آباء الناس من المؤمنين مع الكشافة، احتفالا بحضور خشبة الصليب المقدس إلى منطقة الشمال، وتم مسير من عند جمعية الشابات المسيحية في الحصن إلى غاية كنيسة الحصن، ومن بعدها تم إقامة خدمة الدوكسولوجية الكبرى وطلبات، ومن ثم زيارة أبناء رعيتنا المؤمنين إلى خشبة الصليب المقدس وإقامة احتفال أو ما يسمى مدائح الصليب. احنا بنقدم الشكر لصاحب الغبطة والجهود الطيبة للمطران فينيديكتوس أيضا على جهوده في إحضار خشبة الصليب وتسليمها لنا لتستمر في منطقة الشمال. بنقدم شكرنا لشباب مكتب نور سات فضائي اللي بغطوا هذا الاحتفال ووجودهم دائما معنا ومستمر، وبرضه بنقدم الشكر للأجهزة الأمنية على دعمهم على وجودهم معنا، وبنتمنى انه هاي خشبة الصليب وجودها تبقى نعمة وبركة لأبناء رعيتنا، بركة لأردننا العزيز، وبنتمنى في هذه الأيام مباركة انه ربنا يحفظ الأردن يجعل دائما بلد الأمان والاطمئنان. وهي المناسبة السعيدة كمان نرفع إلى صاحب الجلال الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظ الله ورعاه والأسرة الهاشمية وحكومة الرشيدة ولا جميع رجال الجيش والأمن العام حماية هذا الوطن، أجمل آيات التهنئة والتبريك في مناسبة الأعياد المجيدة بمناسبة قرب حلول عيد الفصح المجيد. ونتمنى من الرب يسوع المسيح قائم بين الأموات أن يحفظ هذه البلاد وملك هذه البلاد، واجعل دائما أردننا أردن الخير والمحبة والسلام، أردن العيش ومثال للعيش والمحبة والتأخير.